جاهز. جميل، برجع لك واستاذنك ابو ريان، لكن اخذ هذا الاتصال مع رئيس الاتحاد السعودي لكره القدم الاستاذ عادل عزت. مساء الخير استاذ عادل. مساء النور والسرور، يا اهلا ومرحبا حبيبي. حياك الله استاذ عادل، اول شيء نبارك لانفسنا ونبارك لكم هذا الاستقبال وهذا التكريم من قبل اعلى سلطه، من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. بالفعل نبارك لانفسنا ونبارك لكل الرياضيين هذا الاستقبال الرائع الذي ترك اثرا بالغا في نفوس الجميع. نحن ممتنين ونشكر يعني خادم الحرمين الشريفين، اشكره باسمي ونيابه عن اسره كره القدم السعوديه على الحفاوه البالغه والاستقبال الجميل وتوجيهاته الكريمه والتكريم السخي اللي وجده اعضاء المنتخب السعودي من مقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبه تاهلنا لكاس العالم في روسيا. طيب استاذ عادل، يعني ماذا يعني لكم كاتحاد سعودي هذا الاستقبال وهذا التكريم بعد الانجاز اللي تحقق في الوصول الى نهائيات كاس العالم؟ هو بالطبع في الفاضل انه هذا الاستقبال انما ياتي امتداد للرعايه الكريمه التي يحظى بها يعني شباب ورياضي الوطن من القياده الرشيده. وهو بالطبع سيكون لنا حافز كبير جدا جدا لتقديم افضل النتائج من خلال مشاركتنا في كاس العالم القادمه ان شاء الله باذن الله. وهذا ظهر جليا في استقبال خادم الحرمين الشريفين وكلماته الجميله اللي كانت بمثابه خارطه الطريق يعني للمنتخب ولنا كمسؤولين عن المنتخب وعن الاتحاد، لانه لمسنا في كل كلمه من كلماته على حرصه الشديد على ظهور منتخبنا بالمظهر المشرف الذي يعكس قيمة المملكة يعني ومكانتها الكبيرة. وهذا شيء غير مستغرب أن نحظى في الاتحاد السعودي والمنتخب السعودي بهذه الرعاية الكريمة والتكريم الذي وجدناهما يعني من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين. وهذا شيء يعزز لدينا الإصرار إن شاء الله أن نحقق إنجاز أفضل إن شاء الله، ويكون أفضل من أفضل إنجاز تحقق للمملكة بإذن الله. وأنا عارف أنك يعني مستعجل أستاذ عادل وعندك ارتباط، لكن تسمح لي في سؤال. بعد إلغاء مسابقة كأس سمو سيدي ولي العهد، وهل نقدر نقول أو هل يعني ذلك إعادة لبرمجة الدوري من جديد مرة أخرى؟ يعني الموسم الماضي انتهى الدوري أو انتهت مسابقات السعودية في 20 شعبان، هل هذا الموسم بيكون انتهاء المسابقات السعودية في وقت مبكر للاستعداد لنهايات كأس العالم؟ احنا ان شاء الله سننهي البرنامج الاعدادي للمنتخب في الاسابيع القادمه. ومن خلال البرنامج الاعدادي للمنتخب، لانه هو الاولويه القصوى الان لنا تجهيز منتخب قوي يذهب لكاس العالم ان شاء الله تقديم مستويات ونتائج ممتازه باذن الله. البرنامج الاعدادي سينعكس على امور كثيره ومنها جدوله المسابقات واعاده يعني ترتيبها بالشكل الذي يتناسب مع هذا البرنامج ان شاء الله في الاسابيع القادمه سنعلن عن هذه التفاصيل. غدا التوقيع النهائي، توقيع العقد النهائي مع السيد باوزا. نعم، غدا في مؤتمر صحفي الساعه 7 ان شاء الله في استاد الجوهره سيحضر باوزا ونوقع العقد امام الاعلام. وباذن الله ايضا راح تكون القنوات الرياضيه السعوديه كما عودتكم دائما كاتحاد سعودي او حتى ايضا كمتابعين الوسط الرياضي سوف تكون ناقله لوقائع هذا المؤتمر. لكن اخيرا استاذ عادل، مده عقد السيد باوزا نبغى خبر على الاقل حصري للقنوات الرياضيه. يعني احنا بنتكلم على العقد اللي سنبرمه غدا مع السيد باوزا، حيكون الى انتهاء نهايات كاس العالم في الامارات في شهر فبراير 2019. نهائي كاس اسيا. نهائي كاس اسيا بعد كاس العالم في استحقاق كاس اسيا في الامارات في 2019 ينتهي في فبراير. جميل، يعطيك العافية الأستاذ عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، شكرا جزيلا لك أبو ريان.